صباح الخيرات والبركة على أحلى متابعين بالعالم، رجعت لكم من جديد. أنا علا بفيديو جديد. اليوم الفيديو رح يكون مشوار معي من الصباح للمساء، رح تقضوا الوقت معي لأن اليوم في كتير أكشنات، فكنت حابة إنه أنا أصور لكم هاليوم الحلو من الصبح للمساء. تحسوا حالكم هيك قضيتوا اليوم معي واستمتعتوا معي، وخلونا نبلش بالفيديو. أول شغلة هيك كيفة، لأنه رتبت البيت شوفات، بيكون عندي طلعة برات البيت كتير بحب انه انا ارجع على البيت الاقي البيت نظيف ومرتب، اقعد بزيارتي وانا مطمنة انه بيتي نظيف ورح ارجع على البيت ما علي شيء ابدا. حتى طبختي هلا على السريع رح احضرها وبس ارجع بشغلها تحت النار وبتكون جاهزة. فهلا المطبخ مرتب، هلا مثل ما شايفين ليلي نايمة مشان هيك عم بوطي صوتي، واغلب الاوقات وقت اللي عم بصور لكم فيديوهات عم بسجل صوتي تسجيل لانه بتكون نايمة، ف وهي نايمة نومها كتير خفيف ففورا بتفيق. هلا حضرت الاوتفيت اليوم، الاوتفيت عن جد اكل من قلبي شقفة بقد ما حبيته. هو سبور شيك هيك، اخترت الالوان الفاقعة. عندي هي البلوزة هي اخدتها من قبل ما انحف، واقول رح يجي يوم وانحف فيه ورح البسها. اخدتها من بول مارك من سنتين تقريبا، حتى قبل ما احمل بليلي على فكره. ايه فما كانت تلبق لي كثير، ما كانت هيك لابقت اللي هلا يا جماعه عن جد بتاخذ العقل على اللبس. هي هيك دلك سميكه، لونها كثير غريب هيك اصفر على اللون الفوسفوري. مطبقه عليها هاي الشنطه، هلا هي الشنطه مع اغراض ليلي وهيك، لو شوفوا كيف موسعه فيها الاغراض. حاطه فيها حفوضة، علبة محارم معطرة صغيرة، رح احط فيها الببرونة بس انه كتير صغيرة. بس شوفوا شقة الطابقة نفس اللون على التمام. هاي الياقة حابة احكي لكم عنها، هاي انا شاريتها لحالها في موقع تركي، هون ببيع الياقات هدول هيك لحالهم بهالطريقة. في الحركات والرش اللي موجود عليها موديلات مختلفة، الوان مختلفة. اذا لقيت الموقع حط لكم اياه تحت بصندوق الوصف، لانه هاي كمان الي سنه اخذتها. وفي عندهم الياقات الريكام، وفوق تكون هيك الياقه مدوره، وانا حابه اعملها شوي شيك هيك انه شوي رسميه بما انه لبس سبور، فحبيت انه انا احط لها هاي الياقه. شوفوا قد ايه حلوه. وهلا بما انه هن الوان، اول شيء رح البس معه بنطلون جينز اللي له هذا الستراس. هذا البنطلون والله يا جماعه ما عم بشتري شيء لبس من قبل عندي، انا اخذته كنت انزل على السوق اقول عولا رح اخذ نمره صغيره حتى وقت اللي انحف يجوا علي. فهدول هلا كلهم اول لبسه، يعني كله ماني شاريته جديد. فهذا البنطلون وقتها كتير كتير حبيته، ما كان في منه غير نمره صغيره من نمره 38. هلا عم بلبس بنطلونات الجينز بس هو في معه مطه شوي وله هذا الاستراس، هلا ما بتلاقوا منه. هذا البنطلون اخذته من عند كوتون. رح طبق معه هذا الشوز الملون، شوفوا هيك الشوز الملون مع هذا الاوتفيت قد ايه حلو. وطبقت الاكسسوار الملون مثل الشوز. عندي هذا الطوق اخذته من مارسين، يعني ما بقدر اوصفكم هالطوق قد ايه بحبه، كثير كثير حلو مع انه هيك الياقه فما بده طوق قصير، بده طوق طويل. وطبقت معه هذا الاكسسوار الملون نفس الوان الطوق بهالطريقه. هلا هي جماعه صبايا فهيك يعني انه اللبس يعني مو رسمي كتير وبنفس الوقت شيك. يعني هاي بالنسبة للأوتفيت تبعي. هلا بالنسبة لأغراض ليلي احترت شو ألبسها، فهذا الفستان أخذت له من عند ال سي واي كيكي، صوف من فوق له هاي الوصلة هون هيك قطن، لأنه اللي ما بتتحمل شي يدقر بجسمه يكون هيك غربول أو بتتضايق منه فورا. فهذا الفستان هو هيك يعني بصراحة كتير حبيته. رح لبسه معه هذا الكولون الزهر، احترت بين الكولون الأبيض والكولون الفضي، ما بعرف حسيت بناتي أكتر وقت اللي طبقت معه هذا الكولون. وعنده هذا الشوز نفس ألوان الفستان. ايه وشو كمان، وهذا المانطو بالنسبة للوش. فهدول هيك هلأ الأوتفيت حضرته. طبقت الشمباي شو رح اخذ فيها، هلا بس فائت ليلي بلبسها وبلبس وجاهزين للانطلاق.
اليوم الجو عنا مطر وثلج. راح افرجيكم لو والله هلا وقفت. شايفين هذا الجو ايش بده؟ شربت العدس. عم حضر هلا شربت العدس على الطريقه التركيه. على فكره شربت العدس اللي بيشرب عند التراك ما بقى بيشرب على طريقتنا ابدا. طيبه طريقتنا. انا بحب شوربه العدس بحامض. اكثر انواع شربات العدس رقم واحد عندي هي عدس بحامض اللي هي بالليمون وبالثوم، كتير كتير لذيذه. هلا اليوم رح احكي لكم على طريقه الشوربه التركيه باسهل طريقه، يعني بدون تعقيد. فحطيت لكم هلا المكونات كلياتها هون. عندي هذا البريق كله عبيته مي، غليته مشان تسهل اسرع ما تطول كثير. عندي هون حبتين جزر، حبه بطاطا كبيره وحبه بصله وفليفله حمراء. هذول كلهم قطعتهم لانه كلهم رح اخفهم بالاخير على المكسر، بس الفليفله ما قطعتها. ليش؟ لانه بدي اياها بس تاخذ النكهه تبعيتها المي، مية الشوربة، بعدين رح اشيلها اكبها، يعني رح اشيل حبة الفليفلة بعد ما تنطبخ فيها، ما رح اخفقها معها حتى ما تعطي اللون الاحمر، ويعني هيك بتضل القشرة تبعيتها واضحة، فأنا بدي هيك أحاول أعمل لونها أصفر. وهون عندي العدس، هلا أنا بحبها تكون شوي سميكة، ما بحبها مريقة كتير، فأنتوا هاي حسب الرغبة. وإذا عملتوها بالعدس الأصفر، هون في بتركيا عدس لونه أصفر، بس قليل ما تلاقوها بالسوبر ماركت، يعني بتطلبوها بس ما بتلاقوه كتير، بتدوروا عليه دوارة. جربوا اعملوا الشوربة فيه، بياخد على المطاعم الفخمة بتعمل شوربة العدس بالعدس الأصفر. وهون عندي الكاوية، هاي السر بقى، اسمها تربيالي ماجمك شوربة. تربيالي شو يعني؟ يعني بالتبلة، اوكي؟ فعندي هون زيت زيتون تقريبا مقدار فنجان قهوة، رح احط بقلبه، هلا رح احط قدامكم حتى تشوفوا، رح احط معلقة كبيرة فليفلة حمراء مطحونة على البارد طبعا. عفوا مو معلقة، معلقتين. هلا تقولي ما رح تعملي اللون الأحمر، بس رح أعمل لها لون، هي بتضل هيك على الوش، الشوربة بكون لونها أصفر بس هي على الوش لونها بس الحمار يعني تبع الفليفلة. وعندي معلقة نعناع، أوكي؟ فهدول شو بعمل هلا؟ بالأخير بعد ما تستوي الشوربة بحطهم على النار لوقت اللي بقبق شوي وتطلع ريحة النعناع مع الفليفلة، الكاوية تكون جاهزة، بصبها فوق الشوربة وخلصت. هاي هي، بعدين بخلطهم كلهم على المكسر، عفوا بخلطهم على المكسر. هلا رح تشوفوا الخطوات. اخر شيء الكاوية. وهون في وحدة عم بتلوص. ليلي ايش عم بتعملي؟ شوف هلا فائت. امبارح عصيت ايدها بالدرج، فضربت ايدها فصارت توجعها، وهلا رجعت تلعب فيها. انا قلت خلص ما رح تلعب فيه، يلا بس ما فيه شيء يأذي، شو فيه كل الشغلات الناعمة. اوكي يلا خلونا نبلش. هلا هون عندي الشيء الحلو، اي الشيء الحلو انه عندي المي مغلية. اول شيء رح احط المي كلياتها. هلا هي بتنشف ميتها اثناء الطبخ، فانتو قد ما كثرتوا مي ولا يهمكم، متى ما حسيتوها مريقة كتير تضيفوا عدس، حسيتوها سميكة بتضيفوا مي. تكون كتيرة. ليلي على فكرة كتير بتحبها. هلا أول شي رح أحط حبة الفليفلة، وهلا رح أضيف المكونات كلياتها لأنه المي عندي غالية، أوكي؟ هلا بس بدي إياهم شي ينسلقوا. شوفوا السر بالشوربة التركية إنه هاي الخضار كتير أساسية والعدس قليل، العدس يعني شي هيك نكهة. هلا بستناهم ليغلوا، بس غلو حسيتهم شوي صاروا طرايا رح اضيف العدس. هلا الشوربه تقريبا قربت تستوي عندي، ريحتها يا جماعه ما بقدر اوصف لكم قد ايه ريحتها طيبه. هلا بتركها تفتح عندي تقريبا 10 دقائق وبعدين بحطها بالميكسر. بهالاثناء شو عم بعمل؟ تعالوا افرجيكم. رح اطبخ طبختي الاساسيه، اسرع طبخه في العالم. اذا ما عندك هيك مالك خلق تعملي طبخه او عندك مثلا سعيد قال لي اليوم عامل لي شوربه فهو رح ياكل شوربه انا مشان ليلي، فهي هي الاكله كثير بتحبها وانا بصراحه كثير بحبها، اللي هي لحمه بالفليفله، كباب بالفليفله. فيكم تعملوها بالصينيه بالفرن، فيكم تعملوها على الغاز، انا بحبها على الغاز اكثر. رح اعملها بالصوص. عندي هون معلقتين دبس بندوره مع زبده، الزبده العاديه معلقه كبيره او السائله، انا عندي السائله فحطيتها هيك. نص كيلو لحمه، وعندي هدول الفليفلايات. هلا رح احشي اللحمه بالفليفله وخالصه. هلا بعد ما حشيتهم باللحمه، يعني عن جد اسرع اكله في العالم، واحلى شغله انه ما لها ضبي. ورح اقول لكم السر شو بعمل فيها، هي اكثر اكله بحسها فيها بركه.
مع انه شوفوا الفليفلاي كامله حاشيتها باللحمه، بس والله فيها بركه كتير. هاي الصوص هلا اللي عم بعمله، رح اضيف مي سخنه غالي عندي، قد ما فيكم تكتروا مي يعني ما تاكلوها حسب الرغبه، ما في مقدار ابدا، ما في مقدار معين. بالنسبه الي ايوه طبت المعلقه جوا. اوكي خلوني اشيلها وارجع لكم. هلا ما انه هي عندها سخنه، رح ادوب صوص البندوره فيها، رح ادوبها بعدين بصفهم جوات. عبالكم ليش هي الاكله فيها بركه؟ شايفين هي الصوص البندوره، دبس بندوره مع الزبده، تحطوا بقلب الفليفله مع اللحمه وبتطبخوها بقلب هي المي. هلا انا رح كتر لها مي اكثر من هيك هلا مشان تنخلط معي. ايه فتاني يوم ناكل احنا الفليفله، بتزيد المرقه، بطبخ فيها معكرونه، اطيب معكرونه في العالم. يعني انا هيك اكتشفت المعكرونه، انه وقت اللي بعملها بحط لها قرونه فليفله وبعمل الصوص وبحط المعكرونه بدون ما اسلقها، يعني بهي المي بتنسلق فيها خواص اللحمه والفليفله، نكهتها كثير بتكون لذيذه. وهيك اخذ مطعمه البهارات والزبده والدبس بندوره، فكتير بتكون طيبه. حلاوتها انه الصوص طبعا كتير سهل بس هيك. وطبعا رشه ملح يعني تملحوها. هلا انا بالنسبه لي الفليفله، اللحمه اللي حشيتها بالفليفله مملحتها، حاطه فيها بهار وفليفله حمراء والملح، بس هلا بحط ملح بس للصلصه. هلا هي احلى خطوه، بحط الفليفلات بهالطريقه، ان شاء الله يسعوا كلهم عندي. يلا بسعوا، وهدول هيك وسعوا. هلا فيكم تعملوها بالصينيه بالفرن بس تطلع ناشفه، انا بحبها هيك انه سائله تطلع اطيب، يعني حبيتها هيك اكثر بصراحه. وهلا رح اغطيها واحطها على النار لمده ساعه بيستوي. هلا طبختي على النار، عم بستناها لتصير الريحه. يا جماعه هي ريحتها بتجنن هيك، اول ما تبلش تغلي نوطي تحتها. وهلا الشوربه تقريبا صارت عندي جاهزه، فباخذ استراحه. شو بعمل؟ عم بعمل قهوتي، فرح اقعد هون بالمطبخ. هلا نيمت ليلي، هي قعده الرواق الظهر قد ايه بحبها. كم فنجان قهوه بتشربوا الصبح او بتشربوا باليوم؟ عفوا اكتبوا لي بالكومنتس. انا بالنسبه لي فنجانين، واحد الصبح اول ما فيه، واحد الظهر. هلا اثناء ما بطبخ طبختي او اذا ما عندي طبخه هيك قعده رواق، بس المسا لغيتها لانه عم تعمل لي قلق كثير. هاي بالنسبه لهذا الصدر اللي سعيد جاب لي اياه، هو دارك شوكليت وبدون سكر من عند تشوكوبون. هاد بكونيا، هاد محله كان سافر على قونيا. احلى شغله انه كل ما سافر على محل بيجيب لي شغله. انا ما بصور لكم، بس لا عن جد رح صور لكم. هلا اليوم رح يرجع من ارزرو من مسا، فرح صور لكم شو رح يجيب معه. وصل لهالمرحله من الطبخ انه خالصه طبختي والطناجر على النار، بس ليستوا بطفي تحتهم، بستنى سعيد ليجي. شوفوا لي المطبخ كيف بكون، ما في جلي، كله مرتب. كتير بحب هاي اللحظة انه عملت المهمة تبعيدي. بتعرفوا انه انا ما بحب الطبخ وقت اللي بطبخ. على فكرة مو ما بحب الطبخ للطبخ نفسه، ما بحب الطبخ للضبة اللي بتطلع معه، هاي اللي هيك بتوترني يعني. لانه معنا المان من النوع اللي بعمل ضبة اول باول. اكتبوا لي انتم بالكومنت من نوع اللي بتعملوا ضبه ولا رايقين هيك اول باول. بس انا ما عندي صبر، عرفتوا كيف؟ يعني بحب هيك اشتغل شغلات، بختار الاكلات اللي ما بتلوص كثير، الشغلات السهله. فهلا اليوم يعني انه انا كثير دايمه عامله طبختين، يعني صار رح اعمل سلطه كمان. فاليوم كثير جايره على حالي، بس اليوم قاعده بالبيت وانا جاي على بالي اطبخ، جاي على بالي اقضي الوقت بالمطبخ. ايه فهلا هيك ترتب، هي اللحظة عم بشرب قهوتي والمطبخ مرتب، عن جد كتير حلوة.
احيانا بتعدي علينا ايام بنحس بنشاط كتير عالي، مثل اليوم جايتني الهمه والطاقه انه انا ما مشتاقه اقعد، ماني متكسلني ابدا، عندي طاقه انه كتير اعمل تغيير وهيك. فبعد ما خلصت طبختي ورتبت ليلي وهلا قاعده ليلي عم تلعب، فقلت يا بنت ادخلي على غرفه النوم وغيري ترتيبها، اصلا كتير مليت منها ورح غير مفرش التخت وهيك. فحابه انه افرجيكم انقلاب بين قبل وأكيد بعد. طبعا هذا الترتيب اللي انتوا عم تشوفوه خلال ثواني، انا طولت فيه ساعتين، عملت تنظيف عميق للغرفة. طبعا ما صورت لكم كالعادة، بس قدي حسيت براحة نفسية يا جماعة. عن جد انا من النوع اللي اذا قايمة اعمل تغيير بعمل تغيير بالبيت كله، ما بعمل غرفة غرفة. بس هلا قررت انه كل يوم اتسلى بغرفة مختلفة. هلا اليوم عملت ترتيب لغرفة النوم. بالاول ما حبيت كتير انه سرير ليلي باول دخلة الباب، حسيته هيك انه صار عجقة عن دخلة الباب، بس قلت هي تغيير شكل، تغيير اول مرة بعمله، ماني عملته قبل هالمرة. هلا هو بصراحة سرير ليلي كتير اخذ لي مساحة من الغرفة ومتحكمة بطريقة الترتيب. تقولوا لي الغزانة غير ترتيبة، جربت ما زبط معي ابدا ترتيب الغزانة او احط الغزانة غير محل ما هلا انتو شايفينها. كتير مرتاحة نفسيا، غيرت مفرش التخت، حطيت هذا الزهري، حتى مفرش التخت ليلي غيرته وغسلتهم، وهيك كتير حسيت براحة نفسية. والشباك يا جماعة، شباك الغرفة ما بقدر اوصف لكم، المطر والغبرة والتراب كان يعني مخبى ورا السرير فماني شايفته، فعملت له حوسة كتير مرتبة. هلا بعد ما طبخت وخلصت باخذ هيك فتره استراحه على عم بيقضي المغرب. ليلي قاعده عم تلعب هون بالالعاب وعم بتفرج على مسلسل مصري، هو انتاج 2016، اسمه جراند اوتيل، كتير حلو، اخذته من نتفليكس. يعني هلا وصلت على الحلقه 14 تقريبا، بجنن، كتير حلو. اللي ما متابعه بنصحكم تتابعوا. ليلي ليلي يا مري، وين ألعاب ليلي؟ حاب اخبركم انه ليلي خطت اول خطواتها. شوفوا، يلا ليلي تعال تعال، ليلي وحده هي هلا اخذ لعقل الالعاب. عم تقوم لحالها بدون ما تسند على شيء، بتوقف. عن جد كثير حابه افرجيكم هدايا. يلا ليلي، يلا يلا ليلي ليلي، يلا تعي 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 تعي. اربع خطوات على التمام وعم توقع. حبيبتها انه خلص تعتمد على المشي، فلا لسه عم تستسهل الموضوع، بس هيك كثير فرحانه على حالها انه عم تبلش تخطي. يلا ليلي تعي تعي، يلا يلا قومي 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 قومي، يلا بسم الله، يلا وحده لا يلا قومي قومي وحده، يلا وحده ليلي وحده. شوفوا كيف بتقوم لحالها. نو 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 نو، هلا عم تشوف الالعاب ما بقدر تقاوم. تعي ليلي تعي 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 تعي، لا لا تغشي. هلا الساعة 12 بالليل، هلا سعيد وصل من مدينة إيرزروم. بيبي وير از ذس إيرزروم بليس؟ إيرزروم از كلوز تو جورجيا. جورجيا،
كتير برد. هلا هم جايب لي اكلات طيبه. شوفوا يلا من ايرزروم. This all from Erzurum, right? No, this is from Altay. What is this? First, خلينا نشوف هاي الشيء. مسبحة له دخيل الله. بالي جايب لي ذهب. Famous there's a stone. ها أي نوع من ال somebody. إيه إنه بيقول بيعطي طاقة هيك. Somebody send us as a gift. Can you help me? Just open this. This is just كضيف. إيه إنه هاي مشهورة. هلا هو كل مدينة بيروح عليها بيجيب لي الأكلة المشهورة فيها. فبقول لي هاي قطايف مشهورة بمدينة إيرزروم. رح نفتحها. هلا بتقولوا لي عم تسألوني على إنه أنتي قاصة بتاكلي حلو بتشربي قهوة. والله وحياتكم كل شيء ما بحرم حالي من شيء. يا سلام. يا جننوا. ايش بشبهوا؟ شكلهم ايش بشبه؟ ياي بس زعلت على سعيد اجى الساعة 12 ومشتاق لليلي. هو راح بس يومين. فشو اسمه؟ فليلي نايمة هو كتير كتير مشتاق لها. This is the same. Shall I open? Don't open. ها تمام اوكي. هاي this is for his friend. Things I bought for you. Really? هادي can you help me? هلا نشوف. انا بيعرفني بحب هيك النعرشات الناعمه وهالشغلات عشان هيك بيجيب لي اياهم. كل مدينه بيروح عليها بيجيب. هاي جايب لي مشمش مجفف. يمكن هاد اكثر شيء ما بحب اكله. ها بس انسايد از ديفرنت. هيلب مي اوبن. وي توكينج ذس يو تات ذس مشمش. يس عم بيقول لي حسبتيها مشمش مجفف. مشمش انا ما بصير مشمش. اوكي هير هير. ها هاي مثل ال هلا دقيقة. هاي شو؟ هاي بالخوخ ومشمش رايت؟ مثل البسطيق يعني مثل التم القمر القمر الدين. Also here there is واو واو. Let me try. أطيبة. This is the also. أنا بحب الدارك شوكليت. سعيد بحب الشوكولا البيضة. ليلي بتحب بالحليب. كتير طيبة على فكرة. What is inside? بادم. Not بادم. This is the seed of. يا قلب المشمش. بقلب المشمش. كتير طيبة. صح أنا بقول إنه هذا اللوز صغير. So delicious. هذا مالح. وهي الشوكولا محشية بقلب المشمش. يا ما أطيبه. I like so much this one. I'm gonna try قطايف but tomorrow morning. رح أكل قطايف هلأ مبينة إنه بيقطر وهيك بس أنا رح أجربها بكرة الصبح. باشكا. هيحزروا إيشو. هذا الخرمة. الخرمة هون بالتركي بيسموها أهل مصر كاكا. بيسموها أهل حلب المانجا التركية. فهي المانجا التركية بيعملوها مثل بجففوها مثل المشمش وبياكلوها. كتير طعمتها حلوة. ما كتير حبيتها دقتها. فالسعيد بيحب هاي الهورما. هورما؟ رايك؟ بكل أنواعه. يا الشوكولا يا جماعة بتجنن. كتير طعمتها طيبة. شوف آخر بوكس شو فيه. سعيد can you help me؟ أوكي رح أفتحها ورجعنا. سعيد بالعادة وقت ال واو هذول المشحيات التركية. I didn't know that it's all الحلويات التركية. Put the chocolate because of that's why I if I knew that I didn't buy. قلت ما له خبر إنه حطت شوكولا. هيك مزينة يعني هو. بس عن جد كتير في شغلة. شوفوا هاي قطايف بقلبها هاي الراحة. هاي الراحة التركية كتير مشهورة هون. هاي عجينة التمر مع المكسرات. هاي what was the name of this one? I forgot. نسيتهم. هدول معروفين بتلاقوهم بكل المحلات التركية بس جايب لي اياهم من محل. هذا المحل عم بيقول لي انه كتير مشهور وكتير طيب. This place was selling this kind of things. Anyway سعيد جاي مطفي عم بحكي معه هو بغير عالم فخلص. المهم انا بالعادة سعيد وقت بسافر على محل انه بيبعت لي بصور لي مثلا اكسسوارات هيك قصاص انه بده يجيب لي هديه. فكل هدية كان يجيب لي اياها بدون ما يسالني شوفني زاتتها ما بستعملها لانه ما بيعرف يعني
سعيد ابدا ابدا ما بيعرف ذوقي، فما لها علاقه. فهيك يزعل على الشغلات، انه يجيب لي شغلات او صمديات للبيت او فناجين قهوه او هيك شغلات ابدا ما يذوقي. ف شاف انه هو اذا جاب هاي الاكلات، حتى انا لو ما اكلتها بيكون عندي نقرشات للضيافه وهيك قصص. هلا انا وسعيد بصراحه ما بناكل كثير هيك شغلات يعني، بس انه تكون موجوده بالبيت للضيافه لهيك قصص ما بتكتر. ف thank you سعيد for this. شوفوا على من اول ما اجى على موبايله بيكمل شغل. Why you're sad؟ I'm tired يعني. تعبان. No, أنا نقدر بيه مكان. يلا ليلي. برافو. يلا turn turn هادي هادي. يلا دادي. يلا 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 ليلي. برافو. يلا يلا يلا. الله.